لك بضاعتي مرميه في المينا، تقول لي وارد كوبا واكسترا. امينه قالت لي هتطلع طن كل اسبوع، مفيش ولا طن خرج لحد النهارده. الله، طب انا هعمل لك ايه يا باشا؟ مع الست ماتت قدامك الله يرحمك يا امينه، كانت بتراضي الكل. بس انا عايز اقول لك اطمن بسيطه، انا بلاغي في رجالتنا اللي في المينا وهخلص الموضوع. سيد البضاعه عماله تعد في ارضيه في المينا، وعمال ارش في الجمارك عشان ناس عينيها ما تجيش على البضاعه. بدفع في الناحيتين يا اخي، انا عمال اخسر، ده موت وخراب ديار. اسبوع واحد وهتتحل. اديني اماره، طلع لي اي حاجه ماشي بيها نفسي. الله، قدر ربنا ونفس، هعمل ايه يعني؟ فاهم لي عقلك يا ملبيه كده يعني؟ افرض يعني تسونامي جه ضرب المركب والمركب ضاعت، انا هعترض؟ انا ما بقولكش بقى ضاعت، البضاعه زي ما هي. انا بقول لك اصبر وما صبرك الا بالله. تسونامي هصبر. اسبوع حلو معاك يا سيد؟ اسبوع. اسبوع. حبيبي يا كمال بيه، نورت يا باشا. حبيبتي، انت متأكدة ان مفيش حد مشي وراكي؟ لا يا حبيبتي، وحشتيني قوي يا حبيبتي، طمنيني عليكي. اطمني يا ماما، انا كويسة الحمد لله. وبعدين يا داليا، هتفضلي في المنظر ده وهربانة على طول؟ ما قداميش حل غير كده، لغاية ما اعرف مين ورطني في موضوع المخدرات ده. هتعرفي ازاي؟ ما تقلقيش، انا هتصرف. هتتصرفي؟ انا قصدك رحيم اللي هيتصرف. عندك حل تاني؟ داليا حبيبتي، بلاش رحيم. انتي حبيبتي ما شفتيش يوم عدل من يوم ما خرج من السجن؟ وعلى فكره عماد حكالي على كل حاجه، وقال لي على تهديدات التليفون اللي بتجيلك. انا متاكده ان رحيم ورا كل اللي بيحصل ده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مستحيل رحيم يعمل كده. بعدين انت خلاص بقيتي بتصدقي اي كلمه بيقولها عماد؟ ازاي بيهددني وبيساعدني في نفس الوقت؟ طب فكري كده، لولا اللي حصل لك ده كان زمانك مع مين دلوقتي؟ فكري، كان زمانك متجوزه عماد. ومين بقى اللي مش عاجبه كده؟ ومين اللي عنده بلطجية ومجرمين ويقدروا يبهدلوكي كده؟ أفلام قوي يا ماما. دالي يا حبيبتي، أنا ما يهمنيش حاجة غير مصلحتك. عماد بيحبك، وأنا متأكدة إن هو الوحيد اللي هيقدر يخرجك من اللي أنت فيه ده. ماما، أنا ما جيتش هنا عشان أقعد أتكلم على عماد، أنا جيت عشان أطمنك عليا وبس. حبيبتي، أنا أمك وعارفة مصلحتك فين كويس. عماد مش قليل، يقدر يساعدك ويخرجك من كل اللي أنت فيه ده. إنما رحيم، حتى لو كان بيحبك، حتى لو مش هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده، مش قادر يساعدك، مش هيقدر يساعدك. في ايه؟ ماما، انت لازم تمشي وانا كمان لازم اتحرك. هطمن عليكي ازاي؟ بقولك ايه، بصي، كلميني على النمره دي، وما تقلقيش لو لقيتيه مقفول كتير. انا مش محتاجه اقولك، ما تديش النمره دي لاي حد. اتحرك يا ماما، يلا امشي دلوقتي. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسي. حاضر. والعربيه دي بقى اتخبطت فين بالظبط يا باشا؟ في شارع القصر العين يا باشا، قرب الفجر كده. الطريق كان فاضي، انا اللي خاوتني ان الطريق كان فاضي، والواد كان جاي ورايا ايه قازح، اللهم صل على النبي، زي الرهوان. عارف الرهوان؟ زيه بالظبط. فجاه قام كسر عليا، مغفلني، وقع لي الرفرف وهبق. الواد هبق يا باشا، وانت عارف ان اللي هبق كل النبى. الواد هبق على عظمته، انا عايز. خلاص يا سيدي، خلاص سيب الراجل يشوف شغله بقى. أكيد كان شاغل حاجة ولا ضاغب له حباية ترامادول. لا ده مش ترامادول، ده ستروكس. الواد ده كان شارب له سبليفين على الرايق لوحده. الحاجات دي بتودي البني آدم في داهية. طب عملت محضر؟ إن شاء الله ضد مجهول.
عشان تثبتوا حالة وتستفيدوا من التأمين. يا باشا احنا لا همنا تأمين ولا غيره، احنا كل اللي هممنا ان احنا نجيب الراجل ده ونعرفه غلطه عشان ما يعملش كده في عربيات الناس. عندك حق، عشان يسوق هو فيا بعد كده. ها وجدت الاسم؟ اهو لقيته. اتفضلوا يا باشا، انتوا تؤمروا. لا مش انت، الباشا عشان الحلاوة. ايه ده؟ العربية ملاكي. ما هي النمرة اللي حضرتك اديتها لي دي ملاكي. مش هي برضه ملاكي شبورة ولا ايه؟ هي ملاكي؟ هو انت بتسألني انا؟ هو مش جزء الرهوان وهبأ وأكل النبأ؟ اتفضل. تعالى رايح فين؟ عايز ايه بس؟ فين الحلاوة؟ لا ما فاتتنيش دي، عيب عليك. خد يا عم أحلى حلاوة مسكرة موت. ما طلعش تاكسي. يعني ايه ما طلعش تاكسي؟ يعني من ابو اخر كده لا مؤاخذه النمر اللي كانت على العربيه مضروبه. واضح ان الحكايه من اولها مضروبه. انا متاكد ان لميا دي ورا كل اللي حصل لك ده. طب اتكل على الله انت بقى يا شبوره. مش عايز حاجه عظمته؟ لا ربنا يخليك. ماشي عظمته. بلاش تمشي في سكة مسدودة. مرات الدكتورة هتظهر لما ترجع الفلوس. يعني ايه الجملة دي؟ مالك؟ اقول لك واحنا في السكة. المهم لازم نتحرك من هنا بسرعة. خلاص بقى يا حاج عفاف، هتستلمي حاجتك بكره، بس جهزي فلوسك. وبكره انا هكلمك هقول لك هتستلمي فين بالظبط. الو. اي امتى؟ فين؟ طيب تمام يلا سلام. بكرة. كويس احنا كده قربنا. جاهز؟ جاهز. ها الحياة طمنيني، عملت ايه مع زياد؟ مش جاي. يعني ايه مش جاي؟ زي ما سمعت. مش عارف ايه البرود اللي انت فيه ده؟ زي ما يكون من دمي مش من دمك انت. عاوزني اعمل ايه يا سيد؟ ارجعه البيت عشان تهين وتمد ايدك عليه تاني؟ انت فاكر يعني انك هتتضايق على زياد اكتر مني؟ اتضايق عليه. زياد ده انا مربيه وزي ابني بالظبط. لا يا سيد مش زي ابنك، ولا عمرك حسسته بكده. دايما كنت بتحاول تكسره وتفهمه ادام انت عايش في البيت ده يبقى لازم تحط الف جزمه في بقك وما تتكلمش. يا بنت انا بشد عليه زي اي اب في الدنيا، عايزه يطلع راجل. وانت عارف انا بحب زياد قد ايه، وعمري ما فرقت بينه وبين عيالي. وانت تشهد ولا نسيتي؟ لا يا سيد ما نسيتش، بس انت كرهك لرحيم غطى على كل الحب اللي جواك. مش قادر تشيل رحيم من نافوخك. انت بتنتقم من رحيم في زياد يا سيد؟ ايه حكايه رحيم رحيم رحيم؟ ايه ماله رحيم بزياد؟ الله، بقول لك ايه، خرج انت من الموضوع ده، مالكيش فيه. انا هتصل بزياد واعرف اجيبه ازاي. زياد بيحبني وعارف قد ايه انا بحبه. عادي يعني زعقت له ولا حتى ضربته؟ ما كل الأبهات بيعملوا كده مع عيالهم. اعمل اللي تعمله يا سيد، بس زياد مش هيرجع. تراهن يا بنت أبوكي. طيب ورحيم كان معاها؟ ركبت معاها العربية طيب؟ هي كانت عاملة إزاي؟ كانت لابسة إيه؟ لابسة إيه إيه بس يا عماد؟ لابسة جلابية سودة وحط على وشها طرحة ولابسة نقاب. طب ورحيم؟ ما شفتوش. طب كانت عاملة إيه؟ مبسوطة؟ قصدي مطمنة يعني ولا إيه؟ مطمنة ايه بس يا عماد؟ مطمنة ايه؟ دي طول ما انا قاعدة معايا عمالة تبص حواليها وتبص وراها. يعني ما شربتيش معاها حاجة؟ شربت ايه؟ واحنا لحقنا؟ ده انا خمس دقايق وفي الاخر قالت لي يلا يا ماما بقى لازم تمشي عشان انا لازم امشي.
رن. الو، ايوه انا العمد. ايه اتخضيتي ولا ايه؟ لا خالص. ازيك يا عماد؟ انا مش مهم. المهم انت يا دودو عامله ايه؟ كويسه. ولما انت كويسه بتكلمنيش ليه؟ والله انت عارف الظروف. والظروف دي هتستمر لحد امتى يا داليا؟ مفيش حاجه في ايديا، ادينا بنحاول. بنحاول؟ بنحاول انتوا مين بقى؟ انتوا الداخليه ولا انتوا رايحين؟ انا عايز اشوفك يا داليا. ما ينفعش يا عماد. لا ينفع. وانا لو عايز اجيبك من المكان اللي انت فيه يا داليا هجيبك دلوقتي. سلام يا عماد.